طيب، أول جزء عندنا في المنهج هو بيتكلم على الماس والإنرجي والمومنتم. بالنسبة لأجسام أو بارتكلز بتتحرك بسرعة عالية، فده هيوصلنا لموضوع أو خلينا نتكلم على موضوع الريلاتيفيتي. طبعا حتة سبيشال وجنرال، لأن طبعا الريلاتيفيتي هو المفروض ليها يعني تو رولز، أو في جزئين من السيري بتاعت الريلاتيفيتي، سبيشال ريلاتيفيتي دي اللي احنا بندرسها. الجنرال دي مش تبعنا خالص. احنا دلوقتي عايزين نتكلم على البارتيكلز اللي بتتحرك بسرعة عالية. اينشتاين اوريدي ادانا فورمولا بتاعة الماس اللي بتتحرك بسرعة عالية، لان الماس ما بقتش ثابتة زي ايام زمان او زي ما احنا كنا متوقعين. لان ان اي بارتيكل كان ليه ماس ام نود، هسول الام نود ديت هي الماس الريست ماس بتاعتي. الجسم لما كان في حالة سكون اتريست او كان بيتحرك بسرعة صغيرة كان ليه ماس معينة. لما اتحرك بقى يمشي بسرعة عالية، ونقصد ايه بكلمة سرعة عالية ديت؟ سرعة عالية مقارنة بسرعة يعني قريبة لسرعة الضوء شوية. انت عارف طبعا سرعة الضوء اللي هي سي ده رقم ثابت بيساوي كام؟ 3 times 10 to the power 8، صح كده؟ طبعا السرعة ديت عالية جدا. احنا لو قدرنا نمشي بسرعة velocity مثلا 0.1 c، دي كده بالنسبة لنا سرعة عالية. يعني دي كده هتلاقيها انت بتتكلم على order 10 to the power 7 مثلا. ابتداء من السرعة ديت نقدر ان احنا نقول ان احنا كده ماشيين بسرعة عالية، اللي بيها هلاقي تغيير حصل. ايه التغيير اللي حصل؟ الماس بتاعت البارتكل اللي ماشيه بالسرعه ديت اتغيرت، بقت بتساوي ام نود الام القديمه على روت 1 ماينس في سكويرد على سي سكويرد. ظهر لك الفلوس اللي انت بتتحرك بيها، وظهر لك سرعه الضوء اللي هي السي اللي كده كده كونستانت انت عارفه. وقلنا خلاص ان الام نود هي الريست ماس، ونقصد بالريست ماس هي ممكن تكون السرعه، اسف، الماس وانت ماشي بسرعه صغيره. وقلنا مثلا 10 to the power 6 دي velocity تعتبر صغيره، ليه؟ لانها اقل من 0.1. عديت ال 0.1 سي اللي هو بتتكلم على 10 to the power 7 مثلا، ابدا بقى ايه، اشتغل شغل الريلاتيفستيك، او احنا نقدر نطبق الرول بتاعت الماس اللي اتغيرت ديت. حلو الكلام. دي كده اول رول عندنا مهمه في الجزء دوت. بعد كده عملنا اكسبيرمنت، وانت طبعا عارف يعني في المنهج عندك شويه اكسبيرمنتس كده مجرد توضيح، مش بالضروره ان هو يسالك على تفاصيل التجربه. التجربه مثلا الاولانيه دي كان هدفها ان احنا نفيريفاي او نتاكد من صحه الريليشن ديت بتاعت الماس. فعملنا اكسبيرمنت تشوف او قسنا الماس بتاعت البارتكل عند الفيلوسيتيز المختلفه، ورسمنا الجراف. طلع لنا الجراف بالمنظر دوت. الجراف دوت احنا راسمين على الاكس اكسس الفلوستي مقارنه بالسي، عشان بس نعملها كانها ريشيو بالمنظر ده. وعلى الواي اكسس عندك الماس بتاعت الموفينج بارتيكل على الام نود، على الماس اللي ايه، الريست ماس، عشان برضو نجيبها كريشيو. وعند كل فلوستي يبقى هنا نقيس عند كل فلوستي البارتيكل ماشي بيها شفنا الماس بتاعته بكام. فلقينا الجراف ماشي بالمنظر دوت. الجراف دوت اثبت لنا ان فعلا الرول ديت او الريليشن بتاعت الماس اللي كانت اداها لنا اينشتاين كانت مظبوطه تمام، ما فيش فيها مشكله. طبعا انا عارف الجراف هو واضح كده ان هو انت بتبدا تحس بتغيير عند 0.8 مثلا. قبل كده كنت شايف الريشيو ما بين الام اللي بتتحرك والام ب 1، بس احنا عشان نبقى ضامنين ان شغلنا مظبوط احنا بنشتغل على الحته اللي في الاول. يعني بقول لك من عند 0.1 انت كده ضامن ان هي كانت 1 فعلا. الجزء اللي من بعد من 0.1 ل 0.8 دوت انت ممكن تبقى شايف ان هو عينك مش جايبه الفروقات، بس هي في الحقيقه الامات مختلفه، هي مش ب 1 بس، ممكن تبقى 1 بوينت حاجه خلاص. فعشان كده بنقول ان الريفرنس بتاعنا هو 0.1. طيب دي اول حاجه عندنا. بعد كده كان في ابلكيشن اللي هو بتاع السايكلوترون، الدكتور شرحه بالتفصيل ولا لغيه؟ طب معلش، بس كنت عايز أسأل سؤال. معلش، ماشي اتفضل. هو لما الـ velocity بتزيد أو الماس المفروض بيقل، صح؟ نقدر دي نستنتجها، خلينا نقولها واحدة واحدة. دلوقتي انت عندك الـ velocity ديت لو زادت
وطبعا واضح ان نوع الجراف بيزيد، يعني الفلوسيتي بتزيد فالماس بتزيد، بس خلينا نجيبها بالماس للناس اللي بتحب الماس. الفي لو زادت وانت عندك الفي بعد الماينس، يبقى الكلام ده كله على بعضه اللي تحت الروت ايه اللي هيحصل له؟ هيقل صح؟ طب اللي تحت الروت لما قل وهو تحت ايه اللي هيحصل للام وهي فوق؟ هتزيد خلاص. فانت ما تقوليش ان الام انفرسلي بروبورشنال او بتتناسب عكس مع الفي، لا، لان الفي بعد ماينس، فواحد ماينس حاجه بتزيد الكلام ده كله هيقل. طب الكلام ده كله وهو تحت انفرسلي بروبورشنال مع الام، فهتلاقي ان الام هي زادت، يبقى لما الفي بتزيد الام هتزيد، والتناسب مش ايه، مش دايركت، مش مباشر، تمام كده. طيب محدش برضو تمام. قال الابليكيشن بتاع السيكلوترون اتقال ولا لا، لان هو اتلغى الترم اللي فات. لا هو الدكتور ما قالش عليه حاجة تقريبا يعني. طيب خلاص نسكيبه لان هو ايه اوريدي اتلغى، انا متخيل برضو ان هو ما يكونش ايه مهم. طيب بعد كده عايزين نشوف الريليشن ما بين الماس والانرجي، برضو اينشتاين قاعد مستقطع للحته ديت، قال لك يا سيدي ان الماس بتاعت اي بارتكل، اسف الانرجي بتاعتي، احنا دلوقتي عايزين نجيب الريليشن ما بين الانرجي والماس، قال لك الانرجي بتساوي ام سي سكويرد. الريليشن ديت شغاله لاي حاجه، طبعا احنا ايام زمان لما كنا شغال على بارتكل للام نود بنقول ان هو ماشي بريست ماس ام نود، فكنا هنتكلم على انرجي اي نود ايكوالز ام نود سي سكويرد، وهنسمي ديت ريست انرجي. احنا اتفقنا ان ريست انرجي هي الانرجي بتاعت البارتكل، يا اما ان هو اتريست في السكون فعلا او يكون ماشي بسرعه صغيره. حلو الكلام. طيب دلوقتي لو انا ماشي بسرعه كبيره فهيبقى عندي ام اللي اقدر افكها بحاجه ام نود على روت كذا 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 صح، هيبقى عندي اي بتساوي ام سي سكويرد، وانا فاهم ان الام ديت هقدر افكها للفكه بتاعتها. طيب هو ايه اللي وصلني من الاي نود للاي ديت؟ ان انا خدت انرجي معينه وغالبا بتبقى شكل كاينتيك انرجي، فبنقول ان انا كنت مثلا اتريست كان عندي اي نود، خدت كاينتيك انرجي اتضافت عليها جمعت عليها كاينتيك انرجي، طلع لك توتال انرجي جديده وانت بتتحرك بسرعه عاليه. هنقدر نكتب ريليشن مور جنرال تبقى عامة أكتر، إن الـ E total بيساوي E node plus kinetic energy. إحنا كده فهمنا إن الـ energy الكلية هي rest energy plus kinetic energy، وإنت فاهم إن كل energy أقدر أفكها للـ M C squared بتاعتها، الـ E node تبقى M node C squared. يبقى دي كده تاني relation مهمة. الـ relation دي برضو إيه أهميتها؟ ممكن نجيب منها kinetic energy، ممكن أبقى حابب إن أنا أحسب الـ kinetic energy. كينيتيك انرجي هتبقى ازاي بقى؟ هتساوي اي توتال ناقص الاي نود، او لو هكتبها بدلاله الماس هتبقى ام سي سكويرد ماينس ام نود سي سكويرد. طبعا الريليشن ديت مختلفه شويه عن الكينيتيك انرجي بتاعت زمان، انت زمان كنت بتحسب الكينيتيك انرجي ايه؟ هاف ام في سكويرد، انما الريليشن الجديده ديت احنا بنقول ان ديت الريليتيفستيك ريليشن بستخدمها وانا ماشي بسرعات عاليه. فدي كده تاني ريليشن، يعني كده ده ما يعتبرش قانون جديد، بس محتاجين يبقى ايه حاضر في ذهننا ان دي الكاينتيك انرجي اللي عايز احسبها. طيب حبينا ان احنا نقارن الكاينتيك انرجي ديت بالكاينتيك انرجي بتاعت زمان نشوف ايه الفرق، فهنرسم الجراف وانت فاهم ان الكاينتيك انرجي دي ما بقتش كونستانت، هي معتمده على الفلوستي. فخلينا نرسم الجراف، نرسم برضو جراف على الاكس اكسس في على سي عشان بس نحطها زي كريشيو زي ما عملنا المره اللي فاتت، وبرضو على الواي اكسس هحط الريشيو ما بين الكينيتيك انرجي الجديده على الام سي سكويرد على الانرجي او الريست انرجي. لما جينا رسمنا الجراف لقينا ان الريليشن الجديده ديت طلع لك جراف بيزيد اسرع من الريليشن بتاعت زمان، الريليشن بتاعت زمان اللي هي نون ريليتيفستيك اللي هي هاف ام في سكويرد، لقينا الجراف بيزيد بس ايه ابطا شويه، ولقيناه بيكمل
في حين ان الريلاتيفستك لا هو ليه ليميت اخره يوصل لايه ل1 ومش قادر يعدي الجراف دوت. احنا طبعا الجراف زي دوت احنا قدرنا نطلع منه بمعلومتين. اول معلومه او اول ملحوظه احنا قلنا ار الريلاتيفستك ما بيعديش ال1، فنفهم من كده ايه؟ ان انا مش قادر امشي بسرعه اعلى من سرعه الضوء، اعلى من سرعه سي. ليه الجراف دوت وصل كده؟ يعني ليه كان اخر 1؟ ما انت افتكر معايا، مش كانت الام ديت بتاعت الموفينج بارتكل كانت ام نود على روت 1 ماينس في على سي؟ احنا دلوقتي عايزين نكبر السي، اسف عايزين نكبر الفي. انت قاعد بتمشي بسرعه عاليه لغايه لما توصل لسرعه السي بالظبط، سي على سي هيديك كام؟ 1. طب 1 ماينس 1 0، فبقى عندك اللي تحت ده كله ايه؟ بزيرو. طب 1 على 0 كام؟ بانفينيتي. فهتلاقي ان انت لو مشيت بسرعه الضوء هتلاقي ان الكينيتك انرجي بقت بانفينيتي. هل الكينيتك انرجي ينفع تبقى انفينيتي؟ لا. فانت هتلاقي ان دوت الليميت بتاعك ما ينفعش توصل له وانت دايما ماشي بسرعه اقل من السي. فدي كده اول ملحوظه او اول استنتاج، ان الفي لازم تكون اقل من السي. تاني حاجه، طبعا ده كان ايام زمان غلط، يعني ايام زمان او احنا فاكرين ان انت تقدر تمشي باي سرعه اي في اللي بيها تبقى ممكن تبقى اكبر من السي، وده طبعا دلوقتي بقى غلط. فدايما برضو هتلاقي طول ما انت ماشي في الماده قاعدين مقارن كلاسيكالي وفي المودرن، يعني ايام زمان وايام دلوقتي، ايه الجديد او ايه الفرق ما بين زمان ودلوقتي. فمهم جدا تبقى عارف الفروقات ما بينهم. طيب تاني حاجه اقدر اجيبها من الجراف دوت او استنتجناها من الجراف دوت، ان عند اي فيلوسيتي بقى، وانت خلاص عرفت ان انت لازم تمشي بفيلوسيتي اقل من سرعه الضوء، عند اي فيلوسيتي لو جينا شفنا القيمتين بتوع الكاينتيك انرجي هتلاقي ان ما بقوش زي بعض. طب مين الاكبر؟ هتلاقي دايما الكاينتيك انرجي لو حسبناها بالطريقه الجديده اللي الريلاتيفستك هتلاقيها دايما ايه؟ هي الاكبر من الايه؟ الطريقه القديمه. يبقى دايما الكاينتيك انرجي الريلاتيفستك اكبر من ايه؟ من النون ريلاتيفستك. طبعا عند السرعات اللي هي اقل من 0.1 احنا اتفقنا 0.1 الايه مش فارقه، دي سرعه قليله، وبالتالي احنا نقدر نقول ان الريلاتيفستك ريليشن الريلاتيفستك ديت هي عام جنرال، هي جنرال اكتر، اقدر استخدمها على اي سرعه. في حين ان النون ريلاتيفستك ريليشن القديمه بتاعه زمان انا اقدر استخدمها على السرعات الضعيفه او السرعات البطيئه اقل من 0.1. اكتر من كده هتديني اجابه مختلفه او هتديني اجابه مش دقيقه، يبقى ساعتها ما نقدرش ان انا استخدم الايه من 0.1 مثلا لل1، انا ما اقدرش استخدم الايه النون ريلاتيفستك ايكويشن. في مشكله في الكلام ده يا جماعه؟ طيب عايزين نتكلم او اديك الرول اللي بعد كده هي الانرجي. اتفضل. ممكن يعني بطل الريتم شوية عشان انا بكتب بس ورا حضرتك. بتكتب ورايا؟ ليه يا عم، ما الحاجة موجودة ومتسجلة وكل حاجة يعني. انتوا معاكم النوتس صح؟ سلايدز مع مكتوب فيها الكلام ده. طيب الرول اللي بعد كده طبعا انا بتكلم او يعني كده بشرح، فهيبقى كويس ان انت لو كتبت ورايا دي حاجة كويسة. انا ماشي احاول كده كده ان انا ايه اشتغل ابطا شويه. طيب الانرجي علاقتها ايه بالمومنتم؟ برضو كان في اثبات، الاثبات دوت يعني مش مطالب كده كده بالاثبات قوي كخطوات. وصلنا للريليشن بتربط لك الانرجي بالمومنتم، تقدر تستخدمه على طول، ان الاي توتال سكويرد ايكوالز اي نود سكويرد بلس بي سكويرد سي سكويرد. فالريليشن ديت ربطت لك اهوت دايركتلي المومنتم البي الانرجي التوتال. طبعا البي ديت انت عارف انها بتتفك الايه لام في، فاكرين؟ برضو لو انت ماشي بسرعه بطيئه تستخدم ام نود في الفي، لو انت ماشي بسرعه عاليه فهتستخدم الام الجديده بتاعتنا اللي فيها ام نود على روت 1 ماينس كذا. حلو الكلام. الريليشن ديت بس دي طبعا جنرال نقدر نستخدمها لاي بارتكل، بس احنا عندنا
حاجه اسمها ماسلس بارتكل. ايه الماسلس بارتكل دوت؟ يعني بارتكل ملوش ماس. طيب اكزامبل على الكلام دوت ايه؟ هو الفوتون. الفوتون دوت احنا طبعا عارفين ان الضوء دوت عباره عن ايه؟ فوتونز. الفوتون دوت ماسلس بارتكل، بارتكل بس ملوش ماس، الام بتاعته بزيرو. هل انت تقدر تمسك فوتون؟ لا ما تقدرش، بس احنا بنشوف تاثيره. يعني طبعا الحته ديت لسه معضله كبيره جدا في ولسه هنشوفها في الشابتر الجاي، ان انت بتحس بتاثيره بس مش شايفه او مش قادر تمسكه. بس هو في الاول وفي الاخر احنا بنتعامل معاه ان هو ايه؟ ماسلس بارتكل. فلو انت حطيت في ريليشن ديت عايزين نحط الام بزيرو، انت عندك الاي ايكوالز ام نود سكوير. الاي نود سكوير ديت اقدر افكها لايه؟ الام نود سي سكويرد، صح؟ سكوير. طب انا دلوقتي بتكلم على ماسلس بارتكل، بارتكل ملوش ماس، يعني الام ديت بزيرو. يبقى يعني الترم دوت لو طار هتبقى الايكويشن عندك ايه؟ اي سكويرد ايكوالز بي سكويرد سي سكويرد. شيل السكوير هيطلع لك ان الانرجي بتساوي بي في سي. هيبقى الريليشن ديت اقدر استخدمها للفوتونز. يبقى انت مهم جدا تتاكد انت شغال على ايه؟ هل هو الكترون؟ هل هو بارتكل ما نعرفش هو عامل ازاي؟ ولا هو فوتون؟ لو هو فوتون يبقى تقدر تستخدم له الريليشن ديت على طول، ان الاي بتساوي بي في سي. طيب سؤال، ما البي بتساوي الام في الفي؟ ما برضو الترم الثاني طار. البي ديت بتساوي ايه؟ ام في؟ اه. انت دلوقتي ازاي ديت هتفكها؟ يعني ده فوتون، عايز تفك البي ديت لام في، حتى لو هو ماشي ماشي بسرعه عاليه هتحط له الام ديت والام ديت هتفكها الام نود على سي، مش هتعرف تتعامل معاها بالمنظر دوت. اوكي. انا باشمهندس يعني قصدي ازاي هيبقى ليه اسمه مومنتم من غير ما يبقى ليه ماس؟ بالظبط، هي دي بقى المشكله اللي احنا لسه هنشوفها قدام في الشابتر الجاي، او في حتى في بقيه الشابتر. هتلاقي عندك تجربه كومبتون، ان انت حاجه ملهاش ماس بس تقدر تعمل كوليجن، تقدر تخبط في الكترون تحركه برغم ان الفوتون دوت هو مش حاجه. يعني انت فاهم، اه هو البلياردو كوره بتخبط كوره فتحركها، تو ماسز خبطوا في بعض. طب ازاي دلوقتي انت بتتكلم على الفوتون ان هو ماسلس بارتكل، بارتكل ملوش ماس بس لو خبطته في الكترون هيحركه كانه كان شغال بماس؟ دي ليله كبيره لسه هنشوفها قدام شويه. خلاص، بس احنا لحد وقتنا دلوقتي نقدر نقول ان انا الماسلس بارتكل، البارتكل اللي ملوش ماس ده اقدر احسب له الانرجي، حتى لو هو ملوش ماس بس اقدر احسب له الانرجي عن طريق الريليشن ديت. تمام فأنا؟ تمام، حلو الكلام. طيب في الاخر كده بيبقى عندك برضو سامري يربط لك القوانين عشان نتاكد ان احنا ايه القوانين. هو احنا في الاول وفي الاخر ما قلناش غير ايه؟ هما قانونين تقريبا. يعني احنا في الاول قلنا قانون الماس اللي بتتحرك بسرعه عاليه، قانون الانرجي لو التوتال انرجي ربطناه بالكاينتيك، وقانون اللي فيه ايه؟ مومنتم. هما اعتبروا ثلاث قوانين. فاحنا لو قلناهم كده بالتفصيل، ايه يا سيدي؟ مثلا لو بدات من الانرجي، انرجي عايز تربطها بالكاينتيك، انت فاهم ان التوتال انرجي عباره عن كاينتيك زائد الريست انرجي. طب لو عايز تربطها بالمومنتم، الريليشن بتاعه المومنتم اللي كان فيها اسكوير كتير. طيب لو مشينا الناحيه الثانيه، الكاينتيك عايز تربطه بالماس، هو نفس الرول بتاع الانرجي بس كتبناه في داله الماس. الاي ديت محتاجين نفكها بام سي سكويرد، ودي الام نود سي سكويرد الناحيه الثانيه، فبقت عندك الكاينتيك بتساوي ام ماينس ام نود سي سكويرد. هل ده ريليشن جديده؟ لا، ما هي شكل ثاني للايه؟ للقانون الاولاني اللي احنا كنا عارفينه. وادي يا سيدي القانون بتاع الماس اللي انت خدته في الاول، عايز تربط المومنتم بالفي، فانت فاهم خلاص ان البي بتساوي ام في في، وتقدر تفك الام للام اللي انت لسه واخدها جديده ديت. يعني دي كده ايه؟ تجميعه مش اكتر، بس انت في الاول في الاخر خلاص شغال بايه؟ بثلاث قوانين لا زيد ولا اقل. صعب الكلام دوت. انا نقول برضو اخر هنت بالنسبه للقوانين ديت، او خلينا نقارن في الاول كده ما بين الريلاتيفستيك والكلاسيكال.
احنا قلنا خلاص ان الريلاتيفيستك دوت هو شغل انت بتشتغله على السرعات العالية، لو اشتغلته على السرعات القليلة مش غلط، دي more general صح؟ في حين ان الكلاسيكال لا، انت لازم تشتغل على سرعات قليلة، وان السرعات القليلة هي الاقل من ايه، من 0.1C. تاني اختلاف كنا عايزين نقوله كينيتيك انرجي، نفكرك ما انت خلاص عرفت ان كينيتيك انرجي في الريليتيفيستك ريليشن بنستخدمها ازاي، ام ماينس ام نوت سي سكويرد، وزمان انت كنت بتستخدمها هاف ام في سكويرد. طبعا الهاف ام في سكويرد ديت لو عايز اربطها بالمومنتوم ممكن تضرب في ام فوق وام تحت، لو ضربت في ام فوق يبقى عندك هاف، نعملها لو ضربت في ام فوق هيبقى عندك ام سكويرد وتحت ام. هل انا كده عملت حاجه؟ لا لا. طيب ممكن بعد كده اخد الام سكوير مع الفي سكويرد اسميها ايه، بي سكويرد، يبقى عندك الكينيتيك بيساوي بي سكويرد على 2 ام. الريليشن ديت مهمه جدا، اوقات كتيره جدا بنحتاج ان احنا نربط الكينيتيك بالمومنتوم في حاله الكلاسيك، وقدام شويه هتلاقينا ان احنا بنقدر نستخدمها برضو، عشان بنرجع يعني احنا مش هنفضل طول الكورس نشتغل بالريليتيفستك، احنا في الاول بس او اول شابتر ده عندنا شغالين على الريليتيفستك، قدام شويه هتظهر لك حاجات هتحتاج ان انت ترجع للكلاسيكال، فمحتاجين نبقى فاكرين الريليشن ديت. طيب بالنسبه للمومنتم خلاص قلنا الفروقات، انت ايام زمان كانت ام في الام نود، هنا دلوقتي انت بقيت ماشي بام بتتحرك هتفكها للفكه بتاعتها. وهنت برضو تاني على التفرقه ما بين الكلاسيكال والريليتيفستك، هو ماشي احنا قلنا ان السرعه ده اول تفرقه، فانا لو ماشي بفلوستي قليله عرفت ان انا كده كده لازم اشتغل يعني كلاسيكال بس، او اقدر اشتغل الاثنين طبعا، بس قصدي يعني اقول ان الريفرنس لو عديت ال 0.1 سي يبقى لازم اشتغل ايه ريليتيفستك، ده كان اول ليميت. تاني حاجه ممكن تعرفنا ان انا لازم لو عديتها اشتغل ريليتيفستك ايه هي، الانرجي. طب ازاي؟ في رقم مهم هو 0.511 ميجا الكترون فولت، ده الرقم بتاع ايه؟ ديت الانرجي يا جماعه بتاعت الكترون الام نود سي سكويرد. الرقم دوت معروف ولا مش معروف؟ لو اتكلمت على الكترون فانت عارف ان الريست ماس بتاعت الالكترون محفوظه وكده كده بتبقى جيفن عندك في الفورمولا جي اللي هي 9.1 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 31. لو ضربت الكلام دوت في سي سكويرد وانت عارف السي بكام هيطلع لك 0.511 ميجا الكترون فولت. طبعا الميجا ديت هي ايه، 10 تو ذا باور 6، والالكترون فولت هقوله كمان شويه خليه دلوقتي. المهم الرقم دوت لو انا حسبت الانرجي بصفه عامه ولقيت ان انا قريب من الرقم دوت او اكتر منه يبقى انا لازم اشتغل ايه الريليتيفستك. يعني لو انت شغال مثلا بانرجي 2 ميجا الكترون فولت يبقى انا كده اكتر من الرقم دوت يبقى لازم اشتغل ريليتيفستك. لو شغال بانرجي بالكيلو اللي هو 10 تو ذا باور 3 مثلا يبقى دي كده انرجي قليله، انرجي قليله اقدر اشتغل ايه اي حاجه، احنا اتفقنا الرينج القليل تقدر تشتغل يا ريليتيفستك يا كلاسيكال. هي المشكله بتبقى في الزياده، لو انت عديت الرقم دوت يبقى ساعتها لازم تشتغل ريليتيفستك بس عشان هو الصح. فده برضو حاجه هنت ممكن ايه نفرق في الشغل ما بين ريليتيفستك وكلاسيكال. واخر حاجه ان انت عندك طبعا ريليشن بتاعه الانرجي اللي بتربط لك المومنتوم ديت، مش مفيش في حاجه زيها في الكلاسيكال يعني. طيب ايه حته بقى الالكترون فولت دوت؟ دي يا سيدي مجرد يونت مش اكتر، بتساوي ايه، بتساوي 1.6 تايم 10 تو ذا باور نيجاتيف 19 جول. يبقى احنا عرفنا الالكترون فولت هي يونت بتاعت انرجي، واحنا عاده بنشتغل بالجول، بس ليه ساعات بنكتبها او بتلاقي المسائل عندك مكتوبه بدلاله الالكترون فولت؟ عشان تطلع الارقام صغيره شويه او تبقى معقوله يعني، ده مجرد يعني رينج معين للارقام مش اكتر، او جرت العاده ان هم يشتغلوا بالالكترون فولت. انت ساعات بتبقى محتاج ان انت تحول في المسائل، فهتقول والله لو انا عندي انرجي بكذا الكترون فولت وليكن مثلا ب 3 الكترون فولت عايز تحولها للجول، فهتقوم عامل كروس مالتيبليكيشن اللي هو هتلاقي نفسك بتضرب في ال 1.6 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 19 عشان تحطها ايه
بالجول وتشتغل بالجول في بقية المسألة. طيب ده كان أول هنت. تاني هنت عايزين نفتكره أو نعرفه بالنسبة لمسائل الكوليجن اللي مهمة عندك في الايه في الشابتر دوت وفي الشابتر الجاي كمان. بالنسبة للكوليجن احنا هنحتاج ان احنا نعمل حاجتين او نقدر نطبق حاجتين. اول حاجة conservation of momentum، انت عندك المومنتم قبل الكوليجن بتساوي المومنتم بعد الكوليجن. في النهاردة احنا هتلاقينا بنشتغل على الاكس اكسس بس، بس المرة الجاية هتلاقينا بنشتغل ساعات او بيحصل scattering، الحاجات بتتبعتر اللي بيها هتحتاج ساعات ان انت تشتغل مرة في الاكس ومرة في الواي، فساعتها هيبقى عندك two equations. انا بس ايه يعني بمهدك لقدام شوية، انما احنا النهاردة نشتغل ايه مومنتم في اتجاه الاكس وخلاص. طيب تاني حاجة احنا اتفقنا دي اول حاجة بالنسبة لمسائل الكوليجن هي المومنتم. تاني حاجة conservation of energy، ان الانرجي قبل الكوليجن هتساوي الانرجي بعد التصادم. اتفقنا؟ هنشوف ازاي هنطبقها في المسائل. حد عطلان في حاجة لحد دلوقتي؟ طيب خلينا نبدا الاول بالكام سؤال ترو اور فولس كده نخلصهم بسرعه قبل ما ندخل ايه في المسائل. الاول حاجه بيقول لك ان مودرن فيزيكس اني فاليو اوف سبيد اوف ا بارتكل از بوسيبل، هل ينفع اي سبيد تنفع في المودرن فيزيكس؟ لا، احنا خلاص عرفنا ان في ليميت ما ينفعش اعدي سرعه الضوء، فاقصى سرعه هي سرعه سي، يبقى دي اول واحده فولس. تاني حاجه as the speed of the particle increases its mass increases، دي اللي احنا لسه قايلينها برضو في البداية خالص، علاقة السبيد بالماس. بس خلي بالك هو بيتكلمك هنا على rest mass مش الماس اللي بتتحرك. هو ايه اللي كان بيتغير؟ انت عارف ان الام بتساوي ام نود على الروت كذا، صح؟ قلنا لو الفي اتغيرت هتغير لك الام، بس انهي ام؟ الام اللي بتتغير. هل الريست ماس اتغيرت؟ لا، الريست ماس ديت بروبرتي خاصيه من خصائص البارتكل اللي ما بتتغيرش، وبالتالي الريست ماس از كونستانت، يبقى الايه اللي هو بيقوله ده غلط. الام ديت مش بتعتمد، الام نود مش بتعتمد على الايه السبيد. طيب ثالث سؤال بيقول لك a massless particle has zero momentum، مين الماسلس بارتكل دوت؟ احنا قلنا الفوتون، صح كده؟ فطبعا الفوتون دوت بيقول لك هل لي زيرو مومنتم؟ مين عايز يهبد او مين عايز يقول رايه في الحته ديت؟ فوز، مش احنا قلنا لا مش بزيرو، اللي احنا واخدين الايكويشن اي ايكوالز بي سي، ماشي؟ فاكيد الفوتون ليه انرجي وهو بيتحرك، فاقسم على سرعه الضوء هيطلع له مومنتم. تمام، يبقى قدرنا نحسب له المومنتم ولا لا؟ قدرنا قدرنا. مين بيقول لا بقى؟ احنا قلنا الماسلس بارتكل يعني الماس بتاعته بزيرو، خلاص، بس اقدر احسب له انرجي واقدر احسب له ايه مومنتم، فيبقى مالوش زيرو مومنتم. لا، يعني زيرو مومنتم دي غلط، زيرو مومنتم غلط. يعني انت عندك الاي بتساوي اي نود سي، دي المفروض كانت كلها سكوير، الجزء ده بقى بزيرو، يبقى انت عندك البي بتساوي اي على سي، يبقى اقدر احسب المومنتم عادي مفيش فيها مشكله. هو صحيح ماسلس بارتكل بس ليه مومنتم، ليه مومنتم وليه انرجي، معاك الانرجي تحسب المومنتم، معاك المومنتم تحسب الانرجي. طيب سؤال يا باشمهندس، معلش عشان لسه لحد دلوقتي يعني مثلا احنا ممكن نزق حاجه بليزر او كده عشان كده بنقول فيه المومنتم، مش فاهم. ما انت مستعجل على الحته ديت. يعني احنا قلنا في تجربه اصلا اتعملت مخصوص، وهتاخد التجربه دي غالبا المحاضره الجايه على طول. يعني هتلاقي ان هم لما نزلوا اكس رايز اللي هو عباره عن هو ضوء او يعني بار يعتبر فوتونز، خلاص، ماسلس بارتكلز، خبطناها في الكترونز لقينا الالكترون بيتحرك، تمام؟ فانت حاسس بتاثيره. هو صحيح ماسلس بارتكل، يعني هو بارتكل مش محسوس او ملوش ماس، مش ممسوك،
ودي ما دي بقى ايه الحاجات اللذيذه في المودرن فيزيكس، انها حاجات ايه ممكن تكون مش محسوسه او ممكن تكون مش مفهومه كمان، بس انت شايف نتائجها ومتاكد من النتائج بتاعتها وبتقدر تستخدمها في تطبيقات بعد كده. خلاص. فهي انت المومنتم دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن الامبلس او الـ لما كانت ماس مضروبه في الفيلوسيتي، فهي كانت بتعبر عن التاثير بتاعه الاصطدام بتاع حاجه معينه. طب انت دلوقتي مش عارف ايه اللي بيصطدم، بس انت شايف تاثيره ان الالكترون اتحرك، فقدرنا نحسب مومنتم. صحيح مش جايه تاثير ان ماس خبطت في حاجه، بس انت شايف تاثيرها. خلاص تمام. السؤال اللي بعد كده، a particle moves at speed ماشي بفلوستي معينة، وقال لك its kinetic energy is found higher when calculated using the relativistic relation than when using the classical relation. هل ده صح ولا لأ؟ طبعا احنا كنا استنتجنا من جراف مظبوط، الجراف اللي هو كان رسمة الكينيتيك energy مع الفلوستي او v على c ان كان، ودي كانت relativistic وديت كانت non relativistic، وقلنا عند اي velocity relativistic هتديك قيمة اكبر. عايز تشتغل ويفضل ان انت تجرب برضو بالارقام، هيبقى شيء لطيف. انت عارف الكينيتيك انرجي في حالة relativistic كنا بنحسبها بأني قانون mc squared minus m not c squared، وانت عارف ان انت هتفك الام ديت لحاجه بتتحرك بفلوستي 0.5 سي، يبقى 1 على روت 1 ماينس في على سي سكويرد. طبعا خد الام نوت كومون فاكتور وخد السي سكويرد برضو كومون فاكتور، طلع لك في الاخر الرقم ده. طب نجرب نحسبها مره تانية بالهاف ام في سكويرد بتاعت زمان، وانت حاطط الفي بال 0.5 سي هيطلع لك الكلام ده. واضح كده ان مين اكبر؟ 0.15 اكبر، يبقى فعلا اتاكدنا من الهنت بتاعنا ان الكينيتيك انرجي لو حسبتها بقانون الريليتيفستيك هيطلع ايه اكبر. هو احنا كان ممكن نجيبها من غير ما نحسب، يعني ان احنا عارفين ان هي كده كده هتبقى اكبر. اه ما يعني احنا الهنت ده خلاص احنا عرفناه، معلومه عرفناها من الجراف، فممكن نقول له ترو خلاص. لو هو عايز، هو طبعا هنا في السؤال ايه قايل عايز الريزون عندي ايه؟ فولس ستيت ريزونز، هو عايز الريزون لو كان فولس. احنا الامتحان غالبا بيبقى يعني ما فيهوش ترو اور فولس، او يعني حتى لو في ترو وقال عايز السبب، بس ده ما بيحصلش. يعني كان بيحصل زمان قبل اللائحه الجديده الصراحه. احنا هنا زي ما اتفقنا يا جماعه، احنا بنحل الاسئله عشان ناخد منها الايه الافكار. يعني ممكن مثلا في سؤال، انا متخيل ممكن في سؤال يخلينا اضطر احسب الاثنين، ممكن يقول لي الريشيو ما بين الكينيتيك انرجي لو حسبتها بالقانون دوت والقانون دوت كام، فساعتها لازم اضطر اروح احسبها مره بدوت ومره اروح احسبها بدوت. طب ما انا اهو مررت نفسي من الاول ان انا استخدم القانونين. خلاص باشمهندس، معلش عندي سؤال. ايه هو بالنسبه للجراف اللي حضرتك رسمته ده؟ حضرتك بتقول ان احنا ما ينفعش نخلي الماس قريبه من سرعه الضوء. انا يعني الماس هي معروفه، يعني الماس اوكي هيبقى مقسوم على صفر المقام وكده وكل حاجه، مش هينفع هيبقى انفينيتي الماس وكل حاجه، بس هو لما اقرب خالص من سرعه الضوء مش هقول زيها، هيبقى ايه الشكل البارتكل ذات نفسه اللي انا سرعته للدرجه دي؟ يعني هو يعني هيبقى ايه وصفه مثلا؟ او يعني انت هو ايه اللي هيحصل له؟ يعني هو ماس بتتحرك بسرعه عاليه، انت بتقول عايز تعرف الماس دي هي. طبعا انت عارف كل ما الفلوستي بتزيد الماس بتزيد، فانا متخيل ان الماس لو قدرت تمشي وهو مش هيقدر يمشي، مفيش حاجه تقدر توصل للسرعه ديت اصلا. خلاص، بس احنا متخيلين ان السرعه لو زادت قوي هلاقي الماس كبرت قوي، اللي بيها لو جابت السي بالظبط هتبقى الماس، يعني انت كده هتجيب ماس بانفينيتي. الماس بانفينيتي ديت يعني عمرها ما تحصل، فهي حاجه اصلا او كيس مش موجوده. احنا عايزين نرسم لها جراف، فالجراف هنلاقيه واصل لانفينيتي، بس في الحقيقه هو غير قابل للتطبيق اكيد. يعني انا متخيل ان اصلا عقبال ما السرعه، لو افترضنا ان احنا قدرنا نوصل لسرعه الضوء فالماس هتختفي، يعني عمرها ما استحاله هتوصل ان الماس تبقى انفينيتي. يعني تمام، شكرا. متخيل ان البارتكل هيفرقع يعني.
بس الاخر سؤال بيقول لك كلاسيكال فيزيكس كان was sufficient، كانت كافيه ان هي تشرح الفينومينا الظاهره بتاعه الجرافيتيشنال لينس. ايه الجرافيتيشنال لينس ده، حد فاكره؟ عدسة الجاذبية تقريبا أو ال space time بيأثر. مظبوط. طبعا أنت دلوقتي عندك مثلا يعني إيه بصفة عامة عارف إن كده أي two particles أي two masses بيأثروا على بعض إن في attraction force ما بينهم. الكلام ده إحنا بنحس بيه لو بنتكلم على الكواكب، إن الكواكب بيشدوا بعض في attraction force ما بينهم. طب لو عايزين نطبق الكلام دوت على على الضوء وهو ماشي في السبيس، فانت متخيل ان الضوء لو هو ماشي كده، ده احنا دلوقتي بنتكلم على الضوء او اللايت ان هو عباره عن فوتونز يعني ماسز، وال او بارتكل بمعنى صح. خلاص المفروض لو احنا هنطبق جرافيتيشنال اتراكشن قوه الشد بتاعه الجرافيتيشن، فالمفروض هتلاقي ان الايه المسار بتاع الضوء اختلف كده صح، في حين ان الضوء كان المفروض هيكمل على طول. فاحنا دلوقتي لو عايزين نعتبر ان الضوء دوت عباره عن ويف هو مكمل على طول، لو اعتبرنا ان هو بارتكلز ممكن نحس بالتاثير انها ممكن تتشد نتيجه الاتراكشن فورس لو مشيت جنب كوكب مثلا او جسم كبير قدر ان هو يشده. فدلوقتي كأن الضوء احنا مش عارفين هو راح في المكان دوت ولا في المكان ده، فهتلاقي نفسك شايفه في المكانين. دي ظاهرة الجرافيتيشنال لينس المفروض انها اتشرحت في المحاضرة بالتفصيل، يعني دي حتة نظري مش مهمة قوي يعني، او معلش مسائل بمعنى صح، ده اللي اقصده يعني. طبعا الكلام دوت ما قدرناش ان احنا نفسره غير لما اتعاملنا مع ان اللايت دوت عباره عن بارتكلز، ممكن انها ايه نشوف تاثير المومنتا ونقدر نحسب لها ان الاي بتساوي بي على سي مثلا، او نشوف تاثير اسف بي في سي، نشوف تاثير الايه الكلام دوت على الضوء ان هو بارتكل. لان ايام زمان هما كانوا شايفين ان الضوء دوت عباره عن ايه ويف وبس، استحاله ان يحصل له اتراكشن. فيبقى كلاسيكالي هل ينفع الكلام دوت؟ لا مفروض. خلينا نشوف الأسئلة. انت مفروض ان اول مسألة عندك اتحلت معاك في المحاضرة، هل حد عنده مشكلة في الحتة ديت؟ ممكن نقولها بسرعة كده، الـ velocity of an electron whose energy is، عايز يحسب الـ V بتاعت الكترون، الانرجي بتاعته كده. خلينا متفقين ان هو لو اداك في المسائل انرجي يبقى هو قصده ان ديت هي الكاينتيك انرجي. انت دلوقتي عارف ان في اي وفي اي نود وفي كاينتيك انرجي، وانت فاهم ان الاي توتال هي عباره عن الريست انرجي بلس الكاينتيك انرجي. طيب هو لو اديك في المسائل انرجي وسكت يبقى هو قصده على الكاينتيك انرجي. امتى بقى قصده التوتال ديت؟ لو قال لك صراحه ان التوتال انرجي بيساوي كذا. ماشي، دي حته ايه مصطلحات خلينا ايه نبقى متاكدين ان احنا عارفينها. هنا هو عايز الفلوستي، خلاص انت فهمت دلوقتي طالما ديت كاينتيك انرجي. فك طبعا الاي نود بتاعت الالكترون، هو طبعا بيتكلم على بارتكل معروف او مشهور ليه ريست انرجي بالكلام دوت. عايز تحفظها ماشي، عايز تستنتجها وانت عارف الام تقدر تروح تجيبها من فورمولا شيت والسي كده كده كونستانت وتحسبها ماشي. هتفك القانون دوت وهيبقى طبعا الاي ديت هي اللي هتجيب لك الفلوس، لان انت هدفك الاساسي تجيب في. الفي ديت هتظهر لك فين؟ هتظهر لك في الريليشن بتاعت الماس، لان الماس كانت بتساوي ام نود على روت 1 ماينس في على سي سكوير. ف سواء تشتغل على الكاينتيك انرجي او تشتغل على الرول الاساسيه اصلا هي هيها مفيش فيها فرق، اهم حاجه بس انت هتفك الام للام نود على روت 1 ماينس في سكوير على سي سكوير،
وكده كده كله معاك، معاك الكيناتيك انرجي فهمنا خلاص هو الجيفن في السؤال، والريست انرجي بتاعت الالكترون معروفه وده برضو معروف احنا حاسبينه، اتبقى لك الفي اللي انت بتدور عليه. اهم حاجه برضو ما تنساش ان احنا الانرجي الكيناتيك انرجي ديت هي 2 ميجا الكترون فولت، فحضرتك محتاج تغير او تحول الالكترون فولت، يعني هتضرب في ايه؟ في 1.6 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 19 اهي، والميجا 10 تو ذا باور 6. نفس الكلام بالنسبه لايه؟ للاي نوت. في مشكله الكلام ده يا جماعه؟ لا طبعا. هنت اخير برضو حته الريليتيفستك، يعني احنا فهمنا منين ان احنا شغالين الريليتيفستك او لازم اشتغل الريليشن ديت، لان الانرجي بتاعتي بتعامل مع انرجي بالميجا. لو الانرجي ديت كانت 2 كيلو الكترون فولت مثلا كده ساعتها بقى مش فارقه اشتغل الريليتيفستك ولا اشتغل كلاسيكال، التو ريليشنز تقدر ساعتها ايه تشتغلها. خلاص ما اشتغل جنرال على طول، يعني اشتغل عايز تشتغل جنرال على طول وتبقى مطمن انت شغال صح ماشي، بس طبعا اكيد الكلاسيكال كان الطف او اسهل في الاستخدام، فالناس نفسها تستخدم الكلاسيكال على قد ما تقدر لو تقدر، يعني عايز تريح نفسك وتشتغل الريليتيفستك على طول ماشي. السؤال اللي بعد كده ما فيهوش فيه حاجه جديده، احنا نقول بس الفكره الجديده. بيقول لك ان الكترون از اكسلريتد ثرو ا بوتنشال ديفرنس اوف 10 تو ذا باور 5 فولت، انت حطيت بوتنشال ديفرنس دلتا في بالكلام دوت، عايز يحسب او يقول لك وات از ذا كينيتيك انرجي اوف ذا الكترون. من ايام الالكتريستي وانت عارف ان في كونسرفيشن اوف انرجي بالنسبه للايه؟ للتشارجز بصفه عامه، نقدر نقول ان الدلتا كينيتيك بيساوي الدلتا بوتنشال، فاكرين؟ بس طبعا كان في نيجاتيف. دلتا يو مثلا دلتا بوتنشال بيساوي نيجاتيف دلتا كينيتيك انرجي، الريليشن دي كنا بنستخدمها في حاله الالكتريستي، ان التشارجز توتال انرجي كانت كونسيرفد، التوتال انرجي قبل اللي عباره عن كينيتيك وبوتنشال بيساوي الكينيتيك زائد البوتنشال بعد، ودينا الكينيتيك في ناحيه والبوتنشال في ناحيه فوصلنا للشكل دوت. طيب البوتنشال كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي التشارج في الدلتا في، مظبوط. فهنا طبعا التشارج انت بتتكلم على الكترون اللي هو اصلا اوريدي تشارج بالنيجاتيف، فهتطير النيجاتيف ونقول ان الدلتا في هيساوي الدلتا كينيتيك انرجي. فهنا الكترون از اكسلريتد ثرو كذا، نقدر نقول على طول ان الكينيتيك انرجي بتاعتي هي الكلام دوت، بس خلي بالك هنا كان مديك بوتنشال ديفرنس بالفي، والانرجي اليونت بتاعتها ايه؟ الكترون فولت او جول. فانت الكلام دوت لو ضربته في ايه، يعني لما تقول ان الكينيتيك انرجي هي الكترون فولت، فتضرب ال 10 تو ذا باور 5 في الالكترون في ال 1.6 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 19، وتجيب الريليشن كده بالجول، اسف، تجيب الكينيتيك انرجي بالجول، او تقول ان هي 10 تو ذا باور 5 الكترون فولت، حسب انت ايه عايز تتعامل بيها ازاي. بس احنا غالبا احنا قلنا اتفقنا خلاص ان احنا ايه، لما بيبقى عندي اوريدي الكترون فولت بتقوم حاولها ايه للجول، هنحولها ازاي؟ بان احنا بنضرب في الايه، في 1.6 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 19. ده بالنسبه ايه للايه، للكينيتيك انرجي. عايز بعد كده يحسب السبيد الفي، فهو ده هيبقى نفس السؤال اللي قبليه بالظبط، لما كان عندك في وعايز الكينيتيك، اسف، لما كان مديك الكينيتيك انرجي وعايز الفي، هنا برضو نفس الكلام، انت معاك الكينيتيك اهوت وعايز تجيب الفي. يبقى اللي احنا استفدناه من السؤال دوت حته ايه، الريليشن ما بين البوتنشال ديفرنس وما بين الكينيتيك انرجي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك calculate the mass of the electron when it is moving with a kinetic energy
وفي كذا هنا قالها لك صراحه ان ديت كاينتيك انرجي، كان ممكن يقول لك از انرجي بس وانت بقى فهمت ان ديت هي ايه الكاينتيك انرجي. طيب هنا عايز ايه؟ هنا عايز الماس when it is moving. when it is moving يبقى هو عايز الام العاديه مش الام نود. خلاص عادي هنشتغل قانون الكاينتيك انرجي برده مفيش فيها ابداع. ام سي سكويرد ماينس ام نود سي سكويرد معاك الكاينتيك انرجي، وبندور على الام ديت. وطالما بيتكلم على الكترون يبقى انت عارف الام نود بتاعته اللي هي كانت كام. الاول بس عايزين نجيب الام ديت توديها الناحيه الثانيه وظبطناها، وانت هتعوض عن الام نود ديت بتاعه الايه الالكترون اللي هي 9.1 times 10 to the power negative 31 كده كده موجودة عندك في الفورم شيت مش محتاج ايه تحفظها. طيب فالسؤال ده ما فيهوش فيه جديد. السؤال اللي بعد كده a particle has a total energy of 3 times 10 to the power 3 ميجا الكترون فولت. فهنا قال لك صراحة ان هي total energy ببداية الـ E. يعني شوف هو قانون واحد بس الألفاظ هي اللي بتفرق. وبعد كده بيقول لك ايه مومنتم، ومديك المومنتم مديك بي. عايز ايه؟ عايز الريست ماس، عايز الام نود. طبعا طالما انت شفت مومنتم وشايف انرجي هي الريليشن اللي بتربط لك الاثنين ببعض ايه هي؟ هي الاي سكويرد ايكوالز اي نود سكويرد بلس بي سكويرد سي سكويرد. انت معاك البي ومعاك الاي، عايز الريست ماس اللي هتظهر لك فين؟ انت متخيل الاي نود هي اللي هتتفك تجيب لك الام نود اللي بتدور عليها. دي اللي احنا عايزينها في السؤال. طيب في لعبه بس هنا محتاجين نقولها في السؤال دوت، حته المومنتم. المومنتم ما ادهالكش سالكه. لو بصينا كده على الريليشن ديت، انت عندك هنا انرجي ودي انرجي، فانت متخيل ان دي كلها على بعض المفروض تبقى ايه؟ كيونت انرجي برضو صح؟ طيب هل هو بقى هنا مديك المومنتم اليونت بتاعتها ايه؟ مديها لك ميجا الكترون فولت على سي. ليه اديها لك بالشكل دوت؟ ما انت ده لما تيجي تضربه في سي لما تيجي تضرب الكلام دوت في سي هتلاقي السي طارت مع السي واتبقى لك ميجا الكترون فولت، فيبقى فعلا طلع لك دي على بعضها كده ايه انرجي بالميجا الكترون فولت، فساعتها يبقى اليونت بتاعتك اتظبطت. فهو بدل ما يديك رقم رخم هو ظبط اليونت بحيث ان الرقم يبقى معقول 3 تايمز 10 تو ذا باور 3 والسي هتطير مع السي. خلينا نفكها كده بقى. طبعا ودي الاي نود الناحيه الثانيه وادي الاي توتال فكناها زي ما هو مديها لك، وحولنا الميجا 10 تو ذا باور 6 والالكترون فولت ضربنا ال 1.6 ماينس البي في سي. ادي يا سيدي الرقم اللي هو مديه لك 3 تايمز 10 تو ذا باور 3 مضروب في الميجا مضروب في الالكترون فولت والسي هتطير مع السي، يبقى كده الدنيا ايه مظبوطه. مش محتاجين ان احنا نضرب ايه في سي. يعني للاسف لو حد ما كانش خد باله من اليونت ديت هتلاقيه ينزل ال 3 تايمز 10 تو ذا باور 3 ولسه عايز يضربها في الايه في 3 تايمز 10 تو ذا باور 8. هل ده كده صح؟ لا احنا خلاص ما بقيناش محتاجين ان احنا نضرب في ديت لان السي هتطير مع السي. بعد ما تحسب الاي نود اقسمها على سي سكويرد تجيب الام نود. السؤال اللي بعد كده مديك ريست ماس، مديك الام نود اهيت، وقال لك ماشيه بفلوستي. واضح كده ان الفلوستي ديت كبيره. وقال لك كالكوليت ذا كينيتيك انرجي يوزنج ذا ريلاتيفستيك اند ذا كلاسيكال ابروتشز. فخلاص انت هتستغل المساله مرتين، مره بالريليشن ديت ومره بالريليشن ديت. اظن ان احنا خلاص عملناها مره قبل كده مش محتاجين ان احنا نعملها تاني بالتفصيل. الفكه بتاعت الريلاتيفستيك اهيت والكلاسيكال هاف ام في سكويرد، واحنا خلاص متاكدين ان ايه الريلاتيفستيك هيطلع لك رقم اكبر. ادي فعلا طلع 90 في حين ان الكلاسيكال اداك 43، فواضح ان ده ايه اكبر
سنين اكبر. مطلوب بيه بقى بيقول لك ايه، if this body is transformed by decay into electromagnetic radiation. مره واحده كده حصل لقينا ان البارتكل بتاعنا، وخلي بالك ان هو بارتكل، هو مش الكترون، هو بارتكل غريب ليه ماس مختلفه ما نعرفش ايه هو. المهم ان الجسم دوت اتحول بقدره قادر كده لايه، راديشن. how much energy is released. فهو طبعا عايز انرجي. وطالما هو اتحول كله، يعني هو قالك transformed into decay، يبقى هو عايز total energy. يعني ايه اللي خلانا ان احنا نقول عايز قد ايه energy؟ في بعض الناس ممكن بتبقى متخيله او حاسه ان هو ايه، طالما energy released يعني هو طلع energy. الكلام ده لو كان جزء منه تحول لراديشن ولسه في جزء تاني، فبنقول الجزء اللي تحول لراديشن اتحول لكاينتيك energy مثلا، او اتحول لانرجي معينه، يبقى فرق او difference. انما هو هنا بيقول لك الجسم is transformed into radiation، الجسم نفسه اتحول لايه، لراديشن، يبقى عايزين التوتال انرجي. ما هو كان ليه energy معينه، كون ان هو اتحول لراديشن فبقى شكل تاني، بس ايه التوتال انرجي يعني اتحولت معايا، فبقى هنا عايزين نحسب التوتال انرجي. طب هحسب التوتال انرجي ازاي؟ يا اما نشتغل اي نود زائد كاينتيك انرجي. انت اوريدي حاسب الكاينتيك انرجي وممكن تجمع عليها الاي نود، او افكرك بالفكه الثانيه بتاعت التوتال انرجي. انت دي كده فكه، ممكن فكه ثانيه هي ايه، الام سي سكوير. فحاول دايما خلي في بالك الفكتين. طبعا انا هنا مثلا عشان انا بكمل حاجه على حاجه، فمش حابب ان انا ايه استخدم حاجه انا حسبتها قبل كده، عشان لو كنت حسبتها غلط ما بنيش غلط على غلط. فهشتغل على الريليشن الثانيه اللي هي ام سي سكوير، وانا هفك الام ديت الماس بتاعتها تتحرك، ام نود على روت 1 ماينس سي over v over c squared. هستخدم ال v ديت اللي هو given، واشتغل بال givens اللي عندك في المسألة عشان اضمن ان انا ايه شغال ايه صح. طبعا لو كنت اشتغلت relation الاساسية ديت مش غلط برضو، بس انا بوفر على نفسي خطوة، او مش عايز ايه اعيد او اشتغل على حاجة انا حسبتها قبل كده. خلينا ناخد بقى ايه اسئلة صعبة شوية. ايه اسئلة الكوليجن؟ الكوليجن احنا اتفقنا خلاص هنطبق حاجتين، conservation of energy و conservation of momentum. فخلينا نشوف السؤال ده بيقول ايه. A particle of rest mass m node بتتحرك ب velocity 0.8 c، واضح كده ان هو ماشي بسرعة عالية، makes a completely inelastic collision. احنا الكوليجن اللي عندنا كلها يا جماعة هنوعها inelastic عشان نقدر نطبق عليها conservation of energy و conservation of momentum. كان ممكن يكون الكوليجن ده ليه انواع تانية، بس مش ايه مش معانا في الشغل بتاعنا. طيب هتخبط ايه، هتعمل كوليجن مع بارتكل تاني ليه ريست ماس 3 ام نود ذات از انيشيالي ات ريست. يبقى انت كان عندك ام نود اهيت بتتحرك فيلوسيتي عاليه، هتخبط في ام تانية بس كانت الريست ماس بتاعتها 3 ام نود، كانت ات ريست في امان الله. ايه اللي هيحصل بقى؟ ده كده بيفور. What are the speed and the rest mass of the resulting single body؟ هو بيقول لك ان الاثنين دول لما يخبطوا، لما اللي بيتحرك ده هيخبط في اللي ساكن، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي بقى single particle وبيتحرك. طبعا الاثنين دول بقى جسم واحد بماس جديدة. الناس بتبقى متخيلة، او يعني طبعا من ايام زمان، شغلنا ايام زمان، انت عارف ان التوتال ماس هتجمع ماس زائد ماس. هنا الوضع مختلف شويه، لان احنا بقينا ماشيين بسرعات عاليه، فمش بالضروره الماس الجديده اللي ظهرت لك تكون 4 ام نود. لا، ده انت هتطلع او تتحرك بماس جديده، هتحتاج ان انت تحسبها وتشوف هي بكام بالظبط، وهنلاقي فعلا ان هي مش بتساوي مجموعه تو ماسز اللي بيعملوها اصلا. خلاص، فهنرمز لها برمز ام جديده، انا معرفش هي بكام. وطبعا هو قال لك ماشي، هو عايز السبيد تبقى ماشيه بفيلوسيتي، عايزين نحسبها، وعايزين الريست ماس اوف ذا ريزلتنج سنجل بودي. خلي بالك بقى، احنا دلوقتي ماشي، البارتكل الاولاني هيخبط في البارتكل اتريست، ياخدوا ويكملوا هما الاثنين ماشيين مع بعض، عملوا بارتكل جديد
دي ماس جديده، والام ديت طالما انا كاتبها كده يبقى ديت ماس بتاعت بارتكل بتحرك. ما تنساش ان الام ديت ليها ريست ماس، ما هو الجسم دوت اللي بقى جسم واحد بيتكون من حاجتين، لو وقف بعد كده او مشي بسرعه قليله بعد كده هيبقى ليه ريست ماس جديده، فممكن نديله برضو رمز جديد ريليتد للرمز الجديد الاولاني، هقول ان هو ام كابيتال مثلا نود، يبقى ديت الريست ماس اللي هو عايزها، هو عايز الريست ماس بتاعت السنجل الريزلتنج سنجل بودي، يبقى هو عايز ديت وعايز ديت. اتفهمت كده المساله بتقول ايه؟ نبدا بنحل. اتفقنا اول خطوه عندك في الحل conservation of momentum conservation of energy. بالنسبه للمومنتم بنقول المومنتم قبل بتساوي المومنتم بعد، فانت في الاول كان عندك 2 بارتكلز يبقى p1 بلس p2، وبعد هو بارتكل واحد ليه مومنتم معين. دي الريليشن الاولانيه، والريليشن الثانيه بتاعت الكونسرفيشن اوف انرجي برضو ان كان عندك 2 بارتكلز كل واحد ليه انرجي معينه، بعد بقى بارتكل واحد. فخلينا نكتب بقى كل ايكويشن بالتفصيل. البي هنفكها الام في، انت شغال على بارتكلز تقدر تقول ايه البي بتساوي ام في. طيب البارتكل الاولاني خلينا نرقمهم عشان نعرف ايه نتعامل معاهم، ادي 1 وادي 2 وخلاص اللي في الاخر ده الريزلتنج بودي. فانت في الاول كان عندك جسم بيتحرك، هتفك الايه لام نود على روت 1 ماينس في اوفر سي سكويرد عشان ده جسم بيتحرك بسرعه عاليه. الجسم الثاني رقم 2 دوت هو اتريست، فانت هتفك الريست ماس اللي هي 3 ام نود في في لاب 0 يديك ايه 0. حتى لو واحد كان كتبها مثلا عايز يفكها الام، يعني انت هنا ديت كده ام في ام 1 في 1 وهنا ام 2 في 2. الجسم الاولاني ماشي بفيلوستي معينه عاليه ففكينا الام بتاعته للكلام ده كله. البارتكل الثاني هو اتريست، فانت فاهم ان هي هتبقى كده في الاول في الاخر ايه 0. بارتكل سكند مالوش مومنتم، سواء انت بقى فكتها فكه تفصيليه قوي زي ما انا عاملها كده هتلاقي ان الفي ديت بزيرو ودي هتطير، والفي ديت بزيرو هتطير، هتلاقي كل ده ايه. وبعد الكوليجن بقى جسم جديد سميناه له ام جديده وفي جديده سميناها في فاينل مثلا. وعوضت طبعا على الفلوستي فوصلنا ريليشن نديها رقم 1. الكونسرفيشن اوف انرجي هيدينا ايه؟ طبعا الانرجي برضو هنفكها لام سي سكويرد. فانت عندك جسم بيتحرك هيبقى ام بتتحرك سي سكويرد، الجسم الثاني كان اتريست هيبقى ام نود سي سكويرد، بس طبعا هتشتغل على الام نود بتاعته لان هي هنا مدالك 3 ام نود مش ام نود بس. هنا واحده واحده قال يا سيدي الجسم اللي بيتحرك اللي في الاول هتفك الام اللي تتحرك لام نود على روت 1 ماينس في 1 على سي سكويرد. دي كده ام 1 عشان بارتكل بيتحرك. طيب البارتكل الثاني حتى لو كنت فكيتها كده وانت هتحط الفي بتاعته بزيرو فهتلاقي ان الترم اللي تحت ايه طار، يبقى كانك فكيتها من الاول ايه ريست ماس في سي، وصلت نفس النتيجه ما فيش فيها ازمه وانت عارف ان ريست ماس بتاعته في 3 ام نوت. ده كده قبل الكوليجن. بعد الكوليجن خلاص هو بقى جسم جديد ليه ماس جديده في سي جديده، وطبعا عشان هو بيتحرك فكتبناها ام كابيتال مش ام نوت. هو صحيح عايز الام نوت بعد كده ماشي لما نحسبها بعدين، بس احنا كده ريليشن كاتبينها ايه مظبوط. فدي دلوقتي دول التو ريليشنز اللي انا محتاج ان انا اشتغل المعادلتين دول ايه مع بعض. حد يا جماعه عطلان مني لحد دلوقتي او حد زعلان من حاجه؟ بس انت لو وصلت للخطوتين دول كده انت كده حليت السؤال. فمين عنده سؤال بقى قول لي. هو في حاجه متلخبط فيها، هو ان الاستيك، الالاستيك هو اللي بنعمل فيه القوانين ده الان الاستيك، علشان انا متلخبط ما بينهم. بص اعتبرها مش موجودة. الإلاستيك؟ اعتبر الكلمة مش موجودة أصلا. أنا بقول لك إحنا عندنا في المنهج
هنشتغل على كيس بنطبق فيها conservation of energy و conservation of momentum. ما يهمكش بقى اسمها ايه خلاص. ما تلخبطش نفسك. مين تاني زعلان؟ مش منس القوانين تمام، بس الفكرة ان هو يعني مش احنا بنقول ان هو الماس بيتغير في الفيلوستي لما يكون فيه فيلوستي ماشي، فازاي الريست ماس بتاع البادي الجديد هيبقى متغير مش هو ال 4M نود. ماشي، ما بقولك هو ماشي بسرعة جديدة، والسرعة الجديدة دي ستة، اسف، سرعة جديدة عالية، فهيديك ماس جديدة مش بتساوي 4M. ما هو هيديني ماس جديدة اللي هي الام، مش الام نود بتاعته يعني. ايوه هيديك الام، ما احنا اتفقنا لما كتبناها ام ديت كده، ام الكابيتال ديت يعني ماس بتتحرك. هو بقى في السؤال عايز ريست ماس، يعني عايز تجيب الام نود بتاعتها. هو الجسم بيتحرك صحيح، بس هو بيقول لك عايز الريست ماس بتاعته، يعني لما يكون واقف او لما يمشي بعد كده بسرعة قليلة الريست ماس بتاعته هتبقى عاملة ازاي. ما كيكي احنا اتفقنا الريست ماس ديت خاصية بروبرتي للجسم بغض النظر عن هو ماشي بسرعة قليلة ولا بسرعة عالية. خلاص نعم تمام اتفهمت. فانت اسمك احمد مثلا، كنت في الهواء ولا في المية هيفضل اسمك احمد، لان دي خاصية من خصائصك. اللي اتغير ان انت ممكن تبقى تحت المية مثلا. ايه اللي حصل لك تحت المية؟ مش حصل لك حاجة. عايزين نقول يعني عايز اوصف لك ان في خصائص ليك مش بتتغير وفي خصائص ممكن تتغير. فالريست ماس احنا اتفقنا هي معتمدة على الجسم مش بتتغير، انما الماس هي اللي بتتغير، الام بتاعت الموفينج بارتيكل هي بتتغير حسب السرعة. خلاص فخلينا نحسب بقى احنا عشان نحل السؤال. احنا اتفقنا لو جبت الام هتجيب الام نود، يعني دي تفاصيل زياده مش هتوقفنا خالص عن حل المساله. احنا دلوقتي عايزين نشتغل التو ريليشنز دول مع بعض. لو بسطنا الريليشن رقم 2 ديت واضح كده ان فيها سي سكويرد وسي سكويرد، ونقدر نطيرهم مع بعض، وهتلاقي ان الام بتساوي الكلام دوت، ام بتساوي 3m نود بلس ام نود على روت كذا، فلان ان الام كابيتال بتساوي 14 اوفر 3m نود. يبقى دي كده الماس بتاعه الجسم اللي بيتحرك في الاخر. ربطناها بدوت هنستفيد بيها ايه برضو؟ ممكن نعوض بيها. انت طبعا عندك في الريليشن الثانيه كان هو فاريبل واحد او انون واحد، ما انا صح اسف ده كده انون، انما في الريليشن الاولانيه كان عندك تو انونز، الام ديت والفلوستي ديت. انت عندك الام نود والسي دول كلهم انت عارفهم. في الريليشن الثانيه برضو هنا الام نود والسي كل حاجه انت عارفها، والفي 1 انت كل حاجه تعرفها، فكان هو انون واحد بس. فتو ريليشنز بالمنظر دوت منطقي ان انت تجيب الاولاني دوت، تجيب الام مثلا وتعوضها في الريليشن الثانيه، وتجيب الايه الانون الثاني اللي ناقصك. فاحنا جبنا الام بتساوي 14 اوفر 3 ام نود. لو حطيناها في الريليشن الاولانيه، ده شغل ماس بقى، اظن انتوا شاطرين في الماس تعرفوا تعوضوا وتطيروا الحاجات مع بعض. لقينا ان في الاخر ان الفي اللي ناقصالك بتساوي 2 اوفر 7 سي. فدي كده جبنا الفلوستي او اول مطلوب هو عايزه، وتاني مطلوب هو عايز الام او الام نود بمعنى صح. فانت يا سيدي عوض في ريليشن استخدمها مره كمان بعد ما عرفت الفلوستي، هتجيب الام نود وتفك الام الام نود اللي انت بتدور عليها على روت الكلام دوت. فانت ده الام نود هي اللي عايز تجيبها، حطها في ناحيه واحده، دخل الروت الناحية التانية، يبقى روت 1 minus v squared على c. الام ديت انت اوريدي كنت جايبها ب 14 over 3 m node، ما انت عارف الام small node هي دي اللي كانت given اصلا بالنسبة لك. طبعا هنا ما نقدرش نعوض عنها بال 9.1 times 10 to the power negative 31، لان ده مش الكترون ده particle. بس هو ده السؤال اللي هو سايبه لك ايه على شكل اثبات، ممكن يجي لك على شكل ام سي كيو بتحط الاجابات على شكل ام نود، مش هيفرق معاك في حاجه خالص.
فهنسيبها بدلاله الام نود عادي، وممكن تعوض عن الفلوس ديت بالفلوس اللي انت حسبتها في المطلوب الاولاني. ودينا 2/7c، طير السي مع السي، فهتلاقي الام نود بتساوي 4.47 ام نود. بشوف الريست ماس الجديده ما طلعتش مجموع الريست ماسز القديمه 1 زائد 3 يديك 4، لا اداك 4.47، طلعت مختلفه. انا عارف دلوقتي الدنيا ايه، كلها دخلت في بعض. يعني انت عندك ريست ماس وماس بتتحرك بتاعت كل بارتكل، بارتكل اولاني وبارتكل تاني وبارتكل تالت، هو محصله مجموع حاجتين مع بعض. كان ايام زمان انت بتجمع الريست ماسز على طول، هنا لا، حتى الريست ماس ما طلعتش مجموع الاثنين، فدي مفاجاه بالنسبه لنا ظهرت لنا من ايه، من المودرن فيزيكس. الريليشن طبعا ما بين الماس اللي بتتحرك والريست ماس خلاص احنا عارفين بنفك الروت، ومهم جدا تبقى عارف انت شغال على انهي ماس او هو طالب منك انهي في السؤال. حد زعلان من حاجه يا جماعه؟ بعد اذن حضرتك، بس هو مش المفروض الريست ماس دي بتعتمد على كميه الماده؟ يعني بص الموضوع ده، يعني هو الفكره ان يطلع لك بارتكل جديد بخصائص جديده، حته ان هو يطلع بالظبط. يعني طبعا انت عايز تقول ان هو لما تاثر عليه فورس او جي مثلا معينه هتساوي كام. الوضع هنا مش دايركت، مش مباشر بالمنظر دوت. دي المشكله بتاعت المودرن فيزيكس، ان هي مش محسوسه، بس نتائجها يعني ايه، انت بتشوف النتائج. لو انت اثرت عليها بجي هتلاقي الام جي او الوزن بتاعها الويت بتاعها بالماس الجديده ديت، لان ديت بارتكل بقت ماشيه بسرعه جديده دلوقتي. تمام، شكرا. طيب السؤال اللي بعد كده هو برضو اثبات، بس اثبات دوت مهم عشان يمرنك على الخطوات او الريليشنز ما بين الحاجات المختلفه. فخلينا نشوف هنستفيد منه ايه. هنا فيلوسيتي بيقول لك بروف ذات ان الفيلوسيتي بتاعت البارتكل از ريليتد تو اتس كاينتيك انرجي اند مومنتم باي ريليشن ديت. عايز يقول لك اثبت ان الفيلوسيتي بتساوي الديريفاتيف بتاع الكاينتيك بالنسبه للمومنتم فور اني موشن سواء كلاسيكال او ريليتيفستك. طب احنا محتاجين نشتغل الكاينتيك انرجي مره كده ومره كده ونشوف. طيب لو اشتغلتها كلاسيكال، اديني بفكرك اهوت بالكلاسيكال، كنا ساعات بنربط الكاينتيك بالمومنتم عن طريق بي سكويرد على 2 ام، مش لازم نشتغلها هاف ام في سكويرد. انا دلوقتي عايز اعمل لها ديريفاتيف بالنسبه للبي، فكان لازم اجيب ريليشن تربط لي الكاينتيك بالبي. لما بقى عندي ريليشن كاينتيك بالبي بالمنظر دوت كده اقدر اعمل لها ديريفاتيف. ديريفاتيف الكلام دوت بالنسبه للبي، يعني البي هو الفاريبل بتاعك او المتغير بتاعك، هيديك 2 بي. 2 بي وفك البي لام في، وانت عارف ان كلاسيكال انت ماشي بام نود، فخلاص هفك البي لام نود في في، طاير الام مع الام والاثنين مع الاثنين برضو، طلع لك في الاخر ايه في. يبقى فعلا الديريفاتيف وصلنا ايه لفي. في سؤال ممكن تاني احنا كل احنا عايزين نعمله في السؤال ده ايه، ان احنا نثبت الريليشن ديت ان الديريفاتيف بتاع الكاينتيك انرجي بالنسبه للمومنتم بيساوي في. ده شغل ماث. عشان تعمل ديريفاتيف لحاجه بالنسبه لحاجه محتاج ان الفاريبل بتاعك هو يكون دوت، زي ما كنت مثلا بتعمل اي حاجه مثلا اي فانكشن بالنسبه ل دي اكس، عايز تشوف التغيير بتاعها بالنسبه للتايم، يبقى الفاريبل بتاعك هو التايم اللي بعمل ديريفاتيف بالنسبه له، صح؟ كانت فانكشن كانت ساعتها الاكس ديت فانكشن مثلا الاكس بتساوي 2 تي، دي كده فانكشن في التايم، الفاريبل بتاعك او المتغير بتاعك بالنسبه للتايم، فانا بعمل تفاضل بالنسبه له. حته البارشال ديفرنشيشن ديت برضه المفروض انها عدت علينا قبل كده في كذا كورس، ان لو هو فاريبل واحد كنا بنستخدم دي وخلاص.
حته البارشال ديت يعني لو انا بعمل ديريفاتيف وانا عندي اتنين فاريبلز، لو عندك اتنين فاريبلز وعايز تشتغل على فاريبل واحد منهم فبنعمل ايه بارشال ديريفاتيف. ده برضو ايه ما يهمناش خالص في يعني المفروض الكلام ده قديم بالنسبه لك. فانا دلوقتي عايز اتاكد ان الكاينتيك انرجي فانكشن بالنسبه للمومنتم. طيب كلاسيكالي علاقه الكاينتيك انرجي بالمومنتم ايه؟ انت عارف الكاينتيك كانت بتساوي هاف ام في سكويرد، هل ده كده فانكشن في المومنتم؟ لا. فاستخدمنا وعرفنا ازاي نوصل من الريليشن ديت، الريليشن ديت ان انا ضربت فوق في ام وقسمتها على ام، فبقت عندك الكاينتيك انرجي بتساوي بي سكويرد على 2 ام، كده بقت فانكشن في المومنتم. عايز اعمل الديريفاتيف بالنسبه للكلام دوت بالنسبه لايه للمومنتم، هيديك ايه؟ ادي يا سيدي البي سكويرد هتبقى 2 ام 2 بي، وتحت عندك 2 ام طاير الاثنين مع الاثنين، والبي فكناها الام في طاير الام مع الام، اتبقى لك في في الاخر زي ما هو ايه عايز يثبت. الاصعب بقى الايه الريليتيفستك، انت عايز تربط الكينيتيك انرجي بتاعت الريليتيفستك بالمومنتم. وانت الكينيتيك انرجي اصلا كنت بتقول انها ايه؟ التوتال انرجي ناقص الريست انرجي. هل هنا في كده علاقه ما بين الكينيتيك انرجي والبي اللي هي المومنتم؟ لا. طب ايه اللي كان بيربط لك البي او المومنتم دي كانت بتظهر لك فين؟ في الريليشن بتاعت التوتال انرجي، فاكرين لما كانت التوتال انرجي سكويرد ايكوالز اي نود سكويرد بلس بي سي سكويرد. فحضرتك محتاج تشيل الاي وتحط مكانها ريليشن بتاعت البي، وطبعا كده كده الاي نود ديت ملهاش علاقه بالبي مباشره، مش هتعرف ايه ان انت تفكها للبي. فهيبقى عندك الكينيتيك بتساوي كده اي نود سكويرد بلس بي سكويرد، كل ده تحت الروت، دي كده الفكه بتاعت التوتال انرجي ماينس الاي نود. كده بقت فانكشن في البي، ادي الفاريبل البي ظهر لي، فاقدر اعمل ديريفاتيف للكاينتيك بالنسبه للبي. تمام كده. طب هعمل ديريفاتيف ازاي للفانكشن ديت كلها بالنسبه للبي؟ انت عندك كوس اللي هو كان تحت الروت او باور هاف، ديريفاتيف بتاعه نزل الهاف والباور اتنقص منه 1، كلام عبيط. بس ما تنساش تضرب في الديريفاتيف بتاع البراكت بتاع الكوس، ما انت عندك ديت كلها باور هاف، فمحتاج تضرب كمان في 2 بي سي. ادي يا سيدي الديريفاتيف اهو، هاف نزلت الهاف والباور الجديد بقى نيجاتيف هاف، ده بالنسبه للكوس. وبعد كده ضربت في الديريفاتيف بتاع البراكت اللي هو 2 بي سي سكويرد، 2 بي سي سكويرد، يعني دي كانت هتبقى ايه بي سكويرد سي سكويرد. فالسي ده كونستانت مضروب في الفاريبل اللي هي البي، دي كانت بي سكويرد. طب بي سكويرد عمل لها ديريفاتيف هتبقى 2 بي ولسه مضروب في سي سكويرد، فالكلام ده كله ايه هيبقى مضروب في الكوس. ويتبقى عندك ترم اللي هو اي نود، ده كده كده كونستانت بالنسبه للبي لان الاي نود ما بتتغيرش مع البي. لما تيجي تعمل لها ديريفاتيف بالنسبه للبي هيديك ايه؟ زيرو. طيب نوضب الكلام دوت، احنا نفسنا نوصله للفي للفلوستي صح؟ هنوضبه ازاي؟ بص يا سيدي الروت ده نزله تحت، ودي طبعا ممكن برضو نرجعها تاني للتوتال انرجي، انا بس فكتها عشان اجيب العلاقه بتاعت البي عشان اعرف اعمل ديريفاتيف بالنسبه للبي. عايزين نرجعها تاني للانرجي عادي مفيش فيها مشكله. فانت هتقول انها كانت انرجي سكويرد الكلام ده كله، اسف يعني تحت الهاف، طبعا الهاف ده هيطير السكوير فهيتبقى لك اي الكلام ده، واتبقى لك لسه طبعا الاثنين هتطير مع الهاف، فتبقى لك بي سي سكويرد فوق اهيت على الكوس اللي باور هاف. وانت خلاص فاهم ان دوت هيوصلك لاي، هو كان اصلا مفكوك من اي، ما تنساش في الاول اصلا كان مفكوك ايه من اي. طيب الاي وعندك فوق بي سي سكويرد، البي لو فكناها الام في عشان تجيب لك الفي اللي انت بتدور عليها، والاي لو فكناها الام سي سكويرد عشان اطير السي اللي فوق والام، فهتبقى لك في الاخر الفي زي ما هو عايز يثبت. طبعا لما اجي اسال نفسي كده انا ايه اللي انا استفدته من السؤال دوت؟ علاقه الكاينتيك بالمومنتم، احنا احتاجنا ان احنا نربط الكاينتيك ديت
بالمومنتم. انت ما كانش عندك ريليشن تربطهم لك الاثنين مباشره، كان عندك الكينيتك مربوط بالتوتال انرجي وبالريست انرجي، بس في خطوه في النص كده عملناها، هي حته الانرجي توتال لما ربطناها ايه بالمومنتم عشان تجيب لك ريليشن ما بين الكينيتك والبي. فطبعا السؤال في حد ذاته كاثبات انت مش مهتم بالاثبات قوي قد ما انت مهتم بالخطوات اللي في النص او ايه اللي احنا عملناه بالتفصيل. في مشكله يا جماعه الكلام ده؟ باشمهندس هو الاثبات تمام كل حاجه، بس الفكره بس الحته بتاعت الديريفيتيف دي عملناها ليه تاني؟ هو ده اللي عايزه في السؤال، يعني هو بيقول لك اثبت لي ان الديريفيتيف بتاع الكينيتك بالنسبه للبي بيساوي في، بيقول لك اثبت لي كده. خلاص حضرتك كنت مشغوط عليها فما كنتش شايفها. تمام ماشي انا اسف. سؤال اخير على الكوليجن برضو، انا عارف الكوليجن مش اسهل حاجه، فخلينا ناخد عليه سؤال صعب شويه. هنا بيقول لك، وطبعا برضو ده سؤال اثبات فهو مجرد بس تمرين ايه التطبيق بتاع الكوليجن، خلينا نشوف هنتعامل معاه ازاي. بيقول لك اثبت ان free electron at rest cannot capture or absorb a photon. خلص السؤال. طب حاجه زي كده هنتعامل معاها ازاي؟ واضح كده ان السؤال بيتكلم على الكترون، بيتكلم على فوتون، وبيقول لك كابتشر وابزورب. فده هيحصل امتى؟ هيحصل لو الفوتون خبط في الالكترون. هو بيقول لك يعني اثبت ان الالكترون اللي هو اترست، تخيل كده كان في الكترون قاعد في امان الله، عايزين نشوف هو هيقدر يكابتشر او ابزورب فوتون ولا لا. فانا هتخيل ان في فوتون دخل عليه او داخل على الالكترون اللي كان اترست ده، كده الكترون كان اترست، فدي تعتبر مساله كوليجن. والله الفوتون دوت لو خبط في الالكترون و يعني عشان نقول ان الالكترون دوت امتصه او قدر يعمل له ابزورب او كابتشر، ايه اللي هيحصل للفوتون دوت؟ هيختفي صح. فانا متخيل ده كده بيفور قبل الكوليجن. بعد الكوليجن انا متخيل الوضع هيبقى عامل ازاي. خلينا نفترض ان هو ان الالكترون ده هيمتص فعلا الفوتون، ونتعامل على هذا الاساس. لو والله الدنيا مشيت معايا تمام، يبقى انا الفرضيه اللي انا فرضتها في الاول كانت صح، ما مشيش يبقى فعلا كان نوت ابزورب اور كابتشر ا فوتون. طيب هو لو ابزورب الفوتون، هتخيل والله ان الفوتون ده كان ماشي بانرجي معينه، هيخبط في الالكترون فالالكترون هيمتص الفوتون، هياخد الانرجي بتاعته ويبدا ان هو يتحرك. فبدل ما هو كان اترست هيبدا يتحرك، هيبقى يظهر لك كده الكترون، مش هيبقى بارتكل جديد ولا حاجه لان الفوتون دوت ايه ماسلس بارتكل اصلا، فيبقى عادي محتفظ هو الكترون زي ما هو، بس الجديد ان هو هياخد الانرجي بتاعت الفوتون فيبدا ان هو يتحرك ب فيلوستي معينه او ايا كان يعني الايه الفلوس اللي هو يتحرك بيها. وده كده طب خلاص طالما سهم يبقى بيتحرك، يبقى ده كده افتر، ومفيش فوتون لانه خلاص الالكترون امتصه. طيب بعد ما فهمنا المساله او عملنا لها موديلنج، يعني حاولنا ان احنا نشرح المساله ونفصصها، خلينا نطبق conservation of momentum و conservation of energy اللي احنا متعودين عليهم. طبعا برضو لو حابين ان احنا نتكلم برضو بالتفصيل او نشرح اكتر قبل ما عشان بس انا كنت كاتب الحل بطريقه معينه قبل بيفور، انت عارف ان المومنتم الفوتون اللي بيتحرك ده اكيد طالما هو بيتحرك يبقى ليه مومنتم، في فوتون صح، وهيبقى ليه انرجي معينه تقدر تحسبها، وانت عارف ان الانرجي بتاعت الفوتون بتساوي بي في سي. طب بالنسبه للالكترون اللي كان اترست، هل ليه مومنتم؟ لا، البي بتاعته بايه؟ بزيرو. والانرجي هيبقى ليه طالما هو اترست يبقى ليه نوت. وعشان نفرق الالكترون عن الفوتون نقول ان دوت الكترون. بعد الكوليجن الفوتون خلاص اختفى،
فسواء البي فوتون او الاي فوتون هما الاثنين ايه هيبقوا بزيرو، هما الاثنين هيبقوا بزيرو مش موجودين لان الفوتون خلاص ايه اختفى. والالكترون هو بقى دلوقتي بيتحرك، فطالما هو بيتحرك هيبقى ليه ايه مومنتم بي الكترون، دي كده المومنتم بتاعت الالكترون اللي هي طبعا بتساوي ام في لو عايز تفكها. والانرجي ظروفها ايه، طالما هو بيتحرك يبقى ليه اي توتال هتساوي الريست زائد الكاينتيك، هو دلوقتي بيتحرك، او عايز تفكها الام سي سكويرد وافكها الام سي سكويرد، بس طبعا برضو عشان نفرقها عن الفوتون فنقول ان هي ايه اي الكترون، وطالما هو بيتحرك ما حطيتش النود. حلو الكلام، فدي اللي انا كاتبها لك اهوت في النوتس. قبل الكوليجن كان عندك فوتون للاثنين دول، والالكترون كان ليه ريست انرجي بس المومنتم ايه بزيرو زي ما احنا كاتبين. افتر كوليجن الفوتون اختفى، فالاي فوتون والبي فوتون بزيرو، الاثنين دول خلاص مش موجودين، والالكترون هيتحرك فهيبقى ليه مومنتم بي اي، و ليه انرجي توتال عباره عن الريست زائد الكاينتيك. طيب احنا كده فصصنا او فهمنا المساله، خلينا نكتب طبعا الايكويشن بتاعتنا. وانت خلاص فاهم ان الايكويشن كونسرفيشن اوف مومنتم مثلا، فانت هتجمع ده زائد ده، يعني بي فوتون زائد زيرو هيساوي زيرو زائد بي الكترون، صح كده؟ فدي كده اول ايكويشن بتاعتنا، بي فوتون زائد زيرو. كان ممكن طبعا الواحد يكتبها ايه الايكويشن دي على طول لو انت ايه فاهم، وانت هتلاقي نفسك بعد فتره خلاص اتعودت وبقيت تكتب الايكويشن على طول مره واحده، ان قبل بيساوي بعد، قبل عندك فوتون وعندك الكترون كل واحد ظروفه ايه تقدر تكتبها على طول. انا بس عشان بشرح لك فصصت لك المساله بزياده عشان بس ايه ما نبقاش في شك من ايه من حاجه او ما نبقاش نسينا حاجه. فطبعا لما كتبنا الايكويشن بالمنظر ده، وعايز اكد على اهميه ان انت تفرق الفوتون عن الالكترون، وادانا رموز مختلفه عشان ما تلاقيش نفسك بتطير حاجات مع بعض انت ايه مش عايز تطيرها. طيب الريليشن الاولانيه وصلت لك الايكويشن ديت، ان بي فوتون بيساوي بي الكترون، دي اول ايكويشن. تاني ايكويشن كونسرفيشن اوف انرجي، كونسرفيشن اوف انرجي اتفقنا خلاص برضو هتساوي الانرجي قبل. فانت في الاول كان عندك حاجتين، هي الفوتون اللي بيتحرك والالكترون اللي كان ثابت. افتر كوليجن مفيش فوتون اصلا فدي كانت بزيرو، والالكترون اتحرك. لما تكتب الايكويشن بالمنظر ده طبعا الالكترون كان في الاول عنده ريست انرجي، دي كده اي نوت، وبعد الكوليجن بقى عندك اي نوت بلس كاينتيك انرجي. طبعا الاي نوت ديت هتلاقيها طارت مع الاي نوت ديت. في بعض الناس بتفهم اللقطه ديت انها ايه، ان الالكترون دوت كان اتريست لما خد انرجي ايه اللي حركه او ايه اللي زاد، هي الكاينتيك انرجي، فيقوم حاطط لك الكاينتيك انرجي في الايه افتر كوليجن وخلاص على كده. يعني حتى في بعض الدكاتره بيشرحوا بالمنظر دوت، يقول لك هو في الاول ما كانش عنده انرجي، ولما اكتسب الانرجي فبقى عنده افتر كوليجن بقى عنده انرجي عباره عن ايه الكاينتيك انرجي اللي زادت عليه. انا بحب اكتبها بالتفصيل بس هيك كده نفس النتيجه مش ازمه يعني. طيب دي كده الايكويشن الثانيه ظهر لك فيها الكاينتيك انرجي وظهر لك فيها الاي فوتون. طبعا احنا طبعا احنا عارفين ان احنا عايزين نشتغل التو ايكويشنز مع بعض. هنا في السؤال دوت سؤال خادع شويه او سؤال احنا مش عارفين احنا عايزين نوصل لايه مع بعض بالظبط، بس احنا قلنا ايه احنا نشتغل التو ايكويشنز ونشوف هل الدنيا ماشيه ولا لا. انا دلوقتي هل هعرف اشتغل التو ايكويشنز دول مع بعض؟ ده الايكويشن الاولانيه بدلاله المومنتم وهنا دي ممكن نربطها بالمومنتم ولا حابين، يعني الاي فوتون ديت ممكن تفكها البي في سي، انت عارف الاي فوتون بتساوي بي في سي، بس ما تنساش ان البي ديت بي بتاعت فوتون في سي. فلو جينا فكينا كده طبعا يعني انا بس عشان الحل انا كاتبه هنا، كاتب الالكترون او الانرجي بتاعت الالكترون
تقدر تفكها لـ E node plus kinetic energy يساوي روت يعني الإلكترون، آسف، الإنرجي بتاعت الإلكترون تقدر تفكها يا إما من الفكة الطبيعية بتاعت زمان ريست زائد كينيتيك، أو عايزين نربطها بالمومنتم زي ما إحنا عايزين نعمل إيه دلوقتي. فأنا برضو الكينيتيك إنرجي ديت عايز أربطها بالمومنتم، لأن أنت كان عندك الإيكويشن الأولانية إيه؟ فيها المومنتم بتاعت الفوتون والمومنتم بتاعت الإلكترون. بالنسبة للفوتون خلاص أنا فكيت الإنرجي بتاعت الفوتون لـ P فوتون في C، ظهرت لك الـ P فوتون. طيب الـ P بتاعت الإلكترون هجيبها منين؟ محتاج أفك كينيتيك إنرجي أربطها بالمومنتم بتاعت الإلكترون، ما تنساش إن ديت الناحية بتاعت الـ A الإلكترون. فساعتها مش هفك التوتال انرجي بقى، وممكن نفك الكاينتيك ديت لايه؟ ده اللي احنا استفدناه من المساله اللي فاتت، ما احنا ربطنا الكاينتيك انرجي بالمومنتم، فاكرين دي فكناها ازاي؟ بان احنا ربطنا القانون الاولاني بالقانون الثاني دوت، لان القانون الثاني ده اللي كان فيه الايه المومنتم. تقدر تربط لي بقى دلوقتي الكاينتيك بالايه بالمومنتم ديت. ادي يا سيدي البي فوتون انا لسه ما كنتش فكتها، بس اقدر الكاينتيك ديت افكها لايه؟ للروت اي نود سكويرد بلس بي الكترون سكويرد سي سكويرد ماينس الايه الاي نود اللي هي هنستخدم لون تاني دي، عايزين نوديها الناحيه الثانيه فهتروح ايه بالماينس، صح كده؟ زي ما احنا عاملين في الريليشن ديت، ادي الروت ماينس الاي نود. طبعا انت كده ظهر لك البي الكترون وخلاص، احنا اتفقنا برضو الاي فوتون ديت هفكها البي فوتون في سي. وطير بقى السيهات، انا يمكن هنا برضو حليت بطريقه مختلفه شويه او يعني الترتيب مختلف، بس احنا عارفين الهدف بتاعنا خلاص. طير يا سيدي السي واديني اهو قسمت على سي عشان اجيب الفي فوتون، فوصلنا للريليشن بالمنظر ده. في فوتون بتساوي روت الكلام دوت ماينس ترم تاني. طب واضح كده ان البي فوتون بتساوي حاجات كتيره، ظاهر لك فيها البي الكترون، وكانت الريليشن الاولانيه بتقول لك اصلا ان البي فوتون بتساوي بي الكترون. هل كده التو ايكويشنز دول ماشيين مع بعض؟ يعني منين ان البي فوتون بتساوي البي الكترون مباشره، ومنين هي بتساوي البي الكترون مجموع عليها حاجات تحت الروت ماينس حاجه؟ فواضح كده ان الاثنين ايكويشنز دول مش ماشيين مع بعض، مش ماشيين مع بعض. ايكويشن 1 مش بتساوي ايكويشن 2، او مش يعني في تعارض ما بينها. عايزين نتاكد، خلينا نكمل، خلينا نعوض من ايكويشن 1 نحطها في ايكويشن 2. انت لو شلت البي الكترون ديت وحطيت بي فوتون كده بقى فاريبل واحد بس، صح؟ هتشتغل بقى الريليشن ديت في وجود البي فوتون، ونجيب البي فوتون لوحدها او يعني نشوفها بكام بالظبط. هنوصل، للاسف كتبتها على جنب هنا، هنوصل لحاجه زي كده 2 بي الكترون اي نود على سي بيساوي 0. هل الكلام دوت ينفع يساوي 0؟ ما انت الكلام دوت معناه ايه؟ ان يا المومنتم بزيرو يا الانرجي بزيرو يا السي بزيرو. طبعا السي مش بتساوي زيرو، والريست انرجي بتاعت الالكترون اكيد الالكترون ليه ريست انرجي بتساوي ام نود اللي هي 9 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 31 في سي، فاكيد الانرجي برضو ايه مش بتساوي زيرو. فده كده معناه ايه؟ ان الانرجي هي اللي بتساوي زيرو. طب لما الانرجي بتاعت الالكترون تساوي زيرو، ده معناه كده ان هو اتحرك ولا ما اتحركش؟ معناه انه ما اتحركش. يبقى الفرضيه اللي في الاول اللي احنا كنا فرضينها ان الالكترون خد الانرجي بتاعت الفوتون واتحرك دي كانت غلط. يبقى فعلا الالكترون كان نوت ما يقدرش يابزورب الفوتون. طبعا سؤال عنيف شويه او عنيف كتير الصراحه. احنا الهدف مش ان احنا نحل السؤال وخلاص، احنا الهدف ان احنا بنتمرن على الايه استخدام الكونسرفيشن اوف انرجي والكونسرفيشن اوف مومنتم، وان احنا نربط الريليشنز. يعني شوف احنا احتاجنا في النص كده، في نص خطوه احتاجنا ان احنا نربط الكاينتيك انرجي بالبي. ما انا قلت لك الريليشن ديت مهمه،
بحيث ان انت طبعا عشان تستخدمها ساعات انت بتتعرض ان انت محتاج تربط الكينيتيك بالمومنتم. انت مش عارف ريليشن معينه بس انت عارف اتنين ريليشنز تقدر تستخدمهم الاثنين مع بعض عشان تربط الكينيتيك بالمومنتم. دي التفاصيل اللي احنا محتاجين ايه نبقى عارفينها من نوعيات المسائل ديت خلاص. وطبعا ان احنا ايه نتعود نبقى عارفين نقسم بيفور وافتر. اتفضل. هو بس في حضرتك قلت ان كاينيتيك انرجي تمام هتساوي روت الاي نود سكوير زائد البي سي سكوير ماشي. طب ده جبناه منين؟ ماينس اي نود. انا استخدمت التو ريليشنز مع بعض يعني تبقى لك مره تانية. انا ليه حطينا روت؟ طيب هي الاي توتال الاي توتال ديت مش الاي توتال كانت اي سكويرد ايكوالز اي نود سكويرد ماينس اس بلس بي سي سكويرد. يبقى الاي بكام؟ الاي توتال الاي توتال هتساوي روت الكلام دوت صح كده. طيب عايزين نربط دوت بالكينيتيك. تعرف الكينيتيك هي E total minus E node. فأنا خدت E total اللي هي كانت root كذا حطيته هنا minus E node. يبقى أنا كده اشتغلت إيه two relations دول إيه مع بعض. الـ energy اللي تربط لك المومنتم والكينيتيك اللي أنت أصلا موجود عندك وعايز تشتغل عليه. فأنت كنت عايز تربط الكينيتيك بالمومنتم ما عندكش حاجة مباشرة هتربطها عن طريق الانرجي اللي في النص. طب ايه علاقه الانرجي بالمومنتم؟ كانت هي الريليشن الاولانيه دي. وصلت؟ بس عندك في سؤال تاني اتفضل. هو انا كنت واحده واحده على اثنين دي اللي هي اخر خطوه وقلت يعني خلاص الاثنين المومنتم بتاعه الالكترون زي الفوتون بالعلاقه اللي تحت دي وخلاص عادي ولا كان لازم اشتغل رياضه عشان اوديها؟ لا يعني يعني طالما انت شايف في تعارض ما بين ايكويشن 1 و 2 كان ممكن تقول ان كده خلاص ان التو ايكويشنز دول متعارضين مع بعض فيبقى افتراضي في الاول كان غلط والالكترون فعلا كان نوت ابزورب فوتون. انا كملت عشان اوصلك برضو النتيجه واتاكد فعلا ان انت يعني فعلا اصلا كان ممكن واحد ما ياخدش باله ان واحد واثنين مش متعارضين مع بعض. انت قاعد بتحل وخلاص ومندمج في الماس والدنيا تمام. لو حد خد باله ماشي خير وبركه. ما خدتش بالك كمل هتوصل لايه؟ لقيت ان البي الكترون بتساوي زيرو ده معناه ان الالكترون ثابت ما اتحركش وده عكس اللي احنا كنا فرضينه في الاول يبقى ايه كان نوت ابزورب. شكرا. بس انا باشمهندس انا المسألة دي اتحلتها وطلعت معاه في الاخر بالماس وظبطت كل حاجة ان الفي بتاعت الالكترون بتساوي سي بتساوي سرعة الضوء. فانا كده افهم من كده ان في حاجة غلط تمام. ما يعني انت هتمشي ازاي بسرعة يعني الفي يعني الفي بتاعت الالكترون سويت الكينيتيك انرجي بتاعت الالكترون بالبي سي. لا ده كده مش مظبوط الكلام ده. مش احنا قلنا من الكونزرفيشن اوف انرجي ان البي سي اللي هي اسمها ايه البي سي بتاعه الفوتون يعني هتساوي الكاينيتيك انرجي. الانرجي بتاعه الفوتون عايز تساويها بايه؟ شايف حضرتك المعادله اللي هي اللي فوق باللخضه ده البي فوتون في السي بتساوي الكاينيتيك. انا كنت لسه حاسبها بالاخضر فوق خالص. لا يعني حضرتك لسه كاتب حاجه دلوقتي اهي هي دي ماشي. الاي فوتون بتساوي بي في سي بالظبط. يعني المهم ان انا كملت ماس وطلعت معايا ان الفي الكترون بتساوي السي سرعه الضوء. فده طبعا غلط. طبعا هو انت الالكترون هيمشي ازاي بسرعه الضوء يعني. انا هنا فكيتها بس انا فكيتها في خطوه في الاخر خالص يعني انا وانا بشرح فكيتها في الاول
ممكن واحد تاني يفكها في اخر في الخطوه بعدها. يعني المهم ان انت فاهم انت عايز توصل لايه، عايز تربط او تجيب ريليشن فيها بي عشان انت الريليشن الاولاني كان عندك بي. حد يا جماعه عنده سؤال تاني؟ تمام، شدوا حيلكم وذاكروا الجديد برضو ما تراكموش، وان شاء الله نظبط بقى ونشوف السكشن الجاي ان شاء الله هيبقى اذا كان يوم، هنشوف حسب المحاضرة وصلت لايه بالظبط وابقى ابلغكم بالمعاد.